يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في خليل جيمنج وسلسلة سيتي سكاي لاين. طبعا اللعبة اللي كلكم تطلبونها مني. الحين أنا عندي مشكلة صغيرة مع البروسيسنج كومبلكس هذا، أظني راح أغير مكانه. ليش؟ لأن اليوم أصلا مشروعنا ما حطت الستيل. حلو، حطت الستيل راح تحظى بشارع خاص. أخبركم ليش البروسيسنج وايد يخصه في الموضوع. زين، فأبى أسوي مكان على قياسه بس بعيد عن هني، لان هني مينا وقررت اني اطلع برا على المينا. شوفوا، اوكي انزين. والبروسيسنج بلانت هذا لاداره النفايات، يعني عارفين الشغله، ما ادري اخبركم، انتم ما شاء الله نصكم فاهمين اللعبه اكثر عني. انزين، وطبعا المودات اللي تحت مش كل المودات اللي استعملها السلسله، بس هاي من افضل الكوليكشنات اللي انا شفتها، مودات جاهزه ممكن تنزلونها بسهوله، يعني من افضل الاشياء اللي ممكن تستعملونها صراحه، او بالنسبه لي على الاقل. يعني انزين، عساس نكون عادلين مع المكان، خلنا نسوي له جدار عازل بينه وبين اللي جنبه عن طريق شو الباركنات. في موظفين، في هذا، في دنيا، في مصنع راح يطلع عنا. يعني حتى في الصناعيه الناس تحتاج يكون المكان مرتب شوي، ترى لازم يكون مدينه وسياح وهذا. خلنا نرتب المكان، خلنا نرتب المكان. كنترول اي الاناركي ولا المود اللي منزلينه يخليكم تبنون شيء على شيء. تقولون كنترول ايه وراح يفتح لكم اوبشن ان نحطي خطوط الباركن على الباركن. هاي اسمهم باركنج لوتس. انا هاي بالذات في بعض المودات الصغيره مش موجود، اذا موجودين في اي شيء مش متاكد يعني. زين، هاي استوى باركنات عندنا عند الكومبلكس. الكومبلكس على فكره ما كان شغال بشكل افشنت هناك، في شيء في الكومبلكس هذا شو سالفته انا ما اعرف. زين، شيء ثاني، هاي اللي قهروني انا من اول السلسله. زين، سيلك بس اقدر اسوي لك سلكت. ايوه زين، ان شاء الله يشتغل عادة عدل، لانه مش شغال اساسا، شبه مش شغال، مش شغال، مش شغال عدل، شبه مش شغال اصلا. زين، بنمد بنية تحتية الماي. انتو تعرفون الماي، انا من اللي يتابعني من زمان خلال 70 سلسلة سيتي سكاي لاين لازم انساه كل مرة. زين، ها من الاشياء اللي فيها العيد. زين، على امل هني على شارع عام، وهذا نحوله دوار. لا هذا ما ينفع تحوله دوار، اني ابغى الغي الدوار هذا. زين، والشارع هذا نوعا ما، واخلي هذا بكبره دوار نفس ما سوينا في هاي المنطقه عشان نتخلص من الزحمه. نفس الشيء بنسوي هني، بس ها لازم نسوي تغيير هيكله شوي في المكان، فالحين انا بتري عليه شوي. زين، الشيء الثاني مينا. صرت دور، كتبت كونتينرز في سيرش مال المودات وحصلت لي مفروض كونتينرز ان شاء الله بعدها الموجودات ان شاء الله اشتغلن. في تول انا مو منزل انه وايد مهم صراحه اسمه فايند تول. هذا التول لو انا كنت محصل يعني منزل انه توه كان افضل، بحاول انزل قبل الحلقه الجايه ان شاء الله على اساس نقدر نسوي الاشياء الصغيره كلها. زين، نشوف شو، نشوف تخطيط باركنات، باصات، كل شيء موجود، كل شيء، كل شيء اشياء بتحصلون بلاوي يعني في كل شيء المودات. انزين، هذا بيكون نظريا المفروض واحد من هالتابس اللي هنا. اوكي، خلنا نشوف في عندنا سفن القوارب زينه، يمكن نسوي باركن قوارب. مشكله كميه المودات بدون فايندت تول ما ينفع، فبخلي تزيين هاي المنطقه من المينا على الاغلب. الحلقه الجايه بنزل الفايندت مود وبرجع شو بسوي، برجع براويكم. اسمه فايندت، الليست اللي اعطيكم اياها المفروض موجود، يمكن انتوا اوريدي نزلتوها، بس انا استوى عندي شوي بقات. ترى شوفوا، كل ما تنزلون مودات اكثر كل ما يكون عندكم مشاكل شوي اكثر في اللعبه. ها شو انا حطيت، وهكت امري اللي هو. انزين، الحين هذا على ما يبدو راح يشتغل على امل. انزين، الحين نحن قلنا منطقه صناعيه راح نسوي لها اللي هي البرش اللي شو اسمنتي، وطبعا بتم على هذا الكلام 100%.
طبعا هاي المنطقة بالمصانع شوي بتكون فخمة أكثر من باقي المناطق على فكرة. تعالوا على الشير واختاروا برش وكبروا ودقوا رايت كليك، خلكم ضاغطين تقدرون تمسحون الشير كله اللي كان. أظن كان في حد يسأل، مش متأكد والله. زين، وين الفاكتوريز مالي؟ الفاكتوريز يا أصدقائي هني تحت الفاكتوريز عندنا ستيل بلانت. شوفوا الحين اللي أنا بسويه هذا على قولتهم سلاح ذو حدين، يا أني أجيب العيد بحيث الزحمة على الصناعية، لأن كل شيء بيجيني من وين؟ من هني، يا أن بيكونون أوادم ويستعملون القطار عدل، واحد من الاثنين، بس أنا أتمنى الثاني يعني. إنزين، أساس نسهل عملية النقل. إنزين أنا بخبركم، لأن الحين الوضع ترى شوي مخيف. خلنا نسوي بالطريقة هاي، بعدين بند الأناركي بس، لأن لو ما بندناه معناه نبني أشياء على بعض. شوفوا ابني في العاده حواف زياده، زين اساس اقدر اكسرهن ايزي يعني. ها زياده اقدر اكسرها الحين، نعرف قياس المصنع مالي. المصنع سوينا لين اخر شيء. انزين عند المصنع ان شاء الله خيلتي يعني المفروض يكون زين. مخازن هني بنحتاج المخازن. انزين هذا كله 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 زين. انا كل اللي اباه هني ميتلز بس، فمخزن واحد يكفي، فبحط المخزن العود. اوكي طريقة هاي اظني اوكي، وراح اطلب من نمش بلانس هذا اباه تجيب لي حدايد. اذا ما عندنا اظني يستورد، بس اظني عندنا، احنا عندنا مفروض وايد. وين البين تول؟ والله اني مضيع يا جماعة خير. لحظة، هذا البينتور خلنا نشيل هذا بس، خلني هني وادور في الحدايق، معناه مصنع حديد راح يكون كيب. اول شيء ابغى ملاعب، لان الناس اللي هني يعني ناس صناعيين يحتاجون رياضة، ناس محترمة قوي. زين حطيه تقريبا في وسط المسافة الين هني. أولوية الطريق دقوا على المثلث، يوم تحطون مثلث هني اوتوماتيك بيستوي الباقي أولوية الطريق، أو عادي ترى على فكرة تدقون عليه كليك شفت كنترول على الشارع نفسه كليك راح يخليه هو الشارع الرئيسي. زين الحين نرجع للحدائق، نحطي ملعب كرة سلة تقريبا بالطريقة هاي هني، وأغطي المكان شير. هذا الشير المفضل مالي وين صار؟ نظريا نظريا هني هذا مصنع الستيل، مفروض مفروض الشير ما يموت على ما اذكر، يمكن تكون معلومتي غلط عادي، فبتري شوي قبل لا احكم. هذه حطة شير حق الناس تلعب كورة، لان الناس الصناعيين مش يعني اللي يشتغلون في صناعات، انا اشتغل في صناعة اوكي، شوي وجهة النظر التفكير مختلفة يعني من حيث الرياضة، مش نفسنا نحن نفس باقي الناس. الحركة عندهم شيء طبيعي جدا، جزء من حياتهم اليومية، فلا تتوقعون لأنهم يشتغلون في مصنع ما راح يلعبون شيء ولا ما راح يروحون حديقة. ومنها في حديقة في المكان على فكرة. خلي أغطي هذا بالكونكريت، وخلي أغطي هذه المنطقة سوي بالطريقة هاي. أوكي الحين صار عندنا هذا شو مصنع تقدر تقول ستيل. شوفوا اوريدي الجماعة قاعد يستوردون، المشكلة الحين مش هنا، مشكلة الاستيراد يتم عن طريق هذا. إذا ما حلينا الزحمة اللي هني راح أنا أتورط. أوكي بس الحين 1% حاطين فيه شو، بس ترى كبير، ها 750 طن. كم يحتاج أساسا ينتج؟ ما يحدد لي كم طن يستورج هذا هني في 6 طن من 21 طن. الاستيعابية ماله كامل 21 طن. اذا تي معناه قاعد يستورد بمثير كفاية. شوف عيال سيب كم حديد، يا سيب حديد لين هني. اوكي لا بيعبونه بس بياخذ وقت. طيب ليش؟ لان الحين هذا المخزن يتعبى حلو، وفي حد يطلع من المخزن يجيهني. انا ممكن اطلب انهم يعبون المخزن 100% بس ما منه فايدة. المخزن كأنه بفر سيستم، تكلمنا عنه قبل في فاكتيريو.
انه يكون دائما في شيء جاهز حق هذا. جاربج سبايلد اب. انزين انا الحين ما اعرف موضوع القمامة، بتشوف اذا بقى اقول شيء بعدين، بس الحين بخصص هاي المنطقة لان عندي شارع اوريدي هنا يشوفونه. راح اطلع شارع زيادة لين هني، راح اخصصها لشوي شركات اعادة تدوير. انا اخصص الاعمال واحد اثنين واحد اثنين اعادة تدوير، يا اعادة تدوير ان شاء الله هاي ما يذبحون الشيار اللي هني. يعني اوكي شكله زين، في باركنات في كل شيء في، بس هذا ناقصنا معدن. هذا عنده 11 طن بس ما حد قاعد يجيب من هني لين شو لين الشركة، قاعد يستورد دايركت هذاك. لان هذا مفروض الحين يضاعف كمية المدخول مالنا، خاصة عنده مينا تصدير دايركت. ترى مينا التصدير وايد يفرق، وايد يفرق. انزين جنب المصنع هذا خلنا نشوف عنده مصانع صغيرة ممكن تتحمل صناعة جديدة. شوفوا عندنا كار فاكتوري يحتاج شو؟ بلاستيك، بلاستيك يحتاج بترول. اوكي والله ممكن نشئ صناعة بترولية اذا عندنا مورد هني. انا بنيت على البترول كله تصدقون، ترى عادي اقدر امد بترول غير بس انزين بنعزل هاي المدينة عن المصانع بجدر. ليش؟ لان بسوي صناعة بترولية صغيرة هني. انزين ركزوا معي، بنعزلها، بنسوي البرش هذا، بنسوي الارض كلها، وهذا راح يكون عبارة عن لحظة، هذا لا هذا لانه هني في متر يمر ما بقيب العيد. بنسوي الجدار، ما بتكون منطقة كبيرة، منطقة صغيرة البترول نسبيا، يعني نسبيا منطقة صغيرة بتكون. زين هذا راح يكون جدار العازل هني. اوكي راح يكون جدار العازل هني، وهني راح اسوي شو الارض شوي مستوية، لان ابى اوصل مرحلة ارفع الشوارع فوق، وابى اوصل مرحلة ثانية انزل الشوارع، لان هذا راح يضيف شوي بعد ثالث الخريطة. الحين خريطة هني مثلا كامل مسطحة، ليش انا ما بخليها لاخر شيء مسطحة؟ لان ابى ارتفاع عشان يزيد بعد لمنو للخريطة نفسها، يعني تشوفون هذا المكان عاطي بعد للخريطة لو تطالعون من هني، فحلو يكون في بيوت واشياء فوق. نفس الشيء الموضوع بالنسبة للمصانع. بس قبل لا نبدأ هذا، لان عندنا كمية عمال نحتاجهم وهاي المدينة رائعة جدا، فشو بسوي؟ اول شيء هذا المصنع اللي انا وعدنكم من زمان اني شو اسوي، اني امسح الصبر، بس هذا بيقهرني وايد. فيشنج اندستري، زين خلينا نشيل هذا. فيشنج اندستري يمكن بيكون في المينا مش هني، عندنا مواني عندنا كل شيء. الفيشنج هو يسمح لك تبني بر على الخريطه على فكره، سواء سوني سواء واتفر، اذا عندكم في السوني فيشنج. زين ونهدم المينا نفسه والشارع هذا، الشارع هذا لانهم مخربين هندسه المدينه. زين الحين حول هذا الفكره، حول المدينه هاي في الوسط هنا راح تكون بيوت عاديه ارضيه، ما راح يكون في عماير هنا تقريبا لين هنا يمكن تكون بيوت عاديه. ليش؟ لان المدن لا تخلو من بيوت، لو كانت كل عماير معنا وين بيوت الناس صح؟ زين خلينا نسوي الارض سيده هني. الحين هذا بيسوي لي شوي مشاكل ترى، بس ما عليه. اوب سوري، نقدر نسوي الطريقه هاي. الله 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 والله عيب عيب عيب. ما عندي الحشيشه. اوكي ما عليه لان حفرنا. اوتش 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 اوتش. يا الله صبر، ببني هني خدمة ما نستعملها كثير، الا وهي بومبنج سيرفيس. هاي اللي بيروحون قدر الامكان بحطيهم حين على اساس يروحون يشلون ماي قد ما يقدرون، لان اخاف الوضع يطول. فبنحط هني بومبنج سيرفيس، هاي شغلتهم يروحون يشلون الماي
شوف هني بس ما بخرب المكان هذا. هذا أصلا الإدارة غلط، إدار موف التول، موف التول ما عيش مغيره. سألوني أي تول أهم شيء، أتمنى الجماعة من بارادوكس يضيفونه بقول لكم هذا. زين والحين شو نسوي؟ نبدل البيب. ها في حال الفيضانات وهالأمور ترى يخدم هالشيء. شوفوا ها شغلته في سيارات تروح، شوفوا كلهم سايرين المدينة، سيارات تنكر عرفتوها. خلينا نشوف وين تصير. يلا 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 وياها 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 يا ابن العيد، يلا وياها. هوب هوب هوب. اه بس السواقة هاي سواقة والله بيض، كلهم تجي شحنات. يا رب عندنا شحنات مي تناكر. حاول نسوي انقاذ الموقف اللي اصلا راح يسبب لي خسائر اقتصادية على فكرة. يلا وين ساير انت؟ من ورا حديقة الحيوانات راحة. اوب 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 اوب. اه دش داخل يشل المي. يشوف يلا يلا شلوا 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 المي شلوا المي. شوف كم عبة، 0%. اوكي قاموا ينتشرون يساعدون ان الماء ينشف على اساس اخفف الصدمه الاقتصاديه، يعني من 40,000 نزلنا شوي. زين هني عندي مشروع مبنى على البحر، فا اصلا يعني الشاطئ، فشو بسوي؟ راح امد الشارع بعدني الطريقه هذه. صبر ما احتاج الحين اميل الشارع. اوكي ما احتاج اميل ابدا، وبسكره من هني لين هني. ترى لو تحسبوا لو تفكرون فيها هاي المنطقة جاهزة للبناء. ليش؟ في وايد خدمات وحدائق وامور الناس اصلا مستفيدة منها، فما احتاج اني مثلا بالطريقة هاي. وهني بنحط دوار صغير، لان اذا فتحنا تولين. اوكي تولين. اوكي صغر شوي دوار هني. اذا تحسبون حسابه بنحط هني منطقة عقب، بنحتاج طريقة. طبعا اهم تول عندي تمب 11 كنترول شيفت كليك، هو عندنا منطقه جاهزه نبني فيها بيوت. زين هذه للبيوت فقط وليست لشو. لحظه خلنا نشوف اقدر اطلع مهني شارع بدون ما اكسر شيء. ايه نايس، اطلع شارع وتم ضغط كنترول اساس يعطيني التحكم ستريت. وابى اطلع مهني شارع. اكسر شير، ما كنت بكسر شير مال باركن. لحظة هنسوي الطريقة هاي حبة حبة. اوكي نايس، لما تحركونه يرجع يسوي سبون. ترى هذا مو بسيدة صح، خلنا نسوي شوي شي. هذا قدر المكان بالعين، يعني انا مش وايد متوتر على شوية، بس لازم يكون نوعا ما سيدة. انزين خدمات المي، خدمات الماي خلينا نمد للمنطقة هذه. نبدأ برص شو بيوت، يعني كمية طيبة من البيوت قدر الإمكان. إنزين فإذا أبغى كمية بيوت شو بسوي؟ أبغى أسوي منطقة داخلية، أبغى بيوت راسة راسة بمعنى كلمة فت. طريقة هاي إن شاء الله ما يخرب، ما خرب خرب شوية أظني ممكن رجع. شوف إيه خربته زيادة، هالشي يقهر شوي بس مو عليه، بعدهم فت عند بعض. خلنا نسوي بالطريقة هذه بيوت. زين عند البيوت لأن المنطقة هاي أصلا بكبرها مزينة، يعني فالحين ما بقعد أخرب زينتها. أنا عرفت بس يبنون البيوت، خلهم يبنون البيوت أول، من يبنون البيوت بنشوف. زين هذه المنطقة اللي قدام هني بحط دكان دكانين ثلاثة ودكاكين عند العماير. الحين هذا الدكاكين اللي بينزل لها منو؟ العماير هاي اللي الحين على فكرة ما سويت لهم ديكوريشن، ناوي يسوي بعدني هني على الجوانب اشياء، بس لا الوقت يسمح ولا الامور ترضى. ليش الحين اسبني بيوت زيادة وما كملت المشروع الصناعي؟ لانه راح يستوي عندي نقص موظفين مباشرة هني، وها ما شاء الله شغال يعني وبيدخل فلوس. صبر دام خط التصدير عنده مفتوح اموره طيبه. زين بس الحين هذا هني
لازم أفكر بطريقة إن ما يجيب فيها العيد، بس أقدر أسوي منطقة سكنية هني. خلنا أول شيء نعدل الأرض اللي هني، أوكي، خليها من مستوى الباقي بالطريقة هاي. ونيب صديقنا اللي هو منو، الشارع هذا اللي يمشون عليه، اللي هو كان ايوه هذا. انزين نيب للحين ما شفت حد يستعملهم، بس شكلهم حلو. الحين حان الوقت ان ايوه لين هني وخلاص. هني راح تكون شوي منطقة نوعا ما تجارية، يكون في سكان وراها. صبر، سكان هايل، صبر ابى اسوي كان بالطريقة هاي، ابى بيوت شوي اصغر بس مفصولة يعني، بس شارعين. ابى اكثر هذا واشوف. ايوه منطقة جيدة. انزين واحط بيوت يعني لها الشارع، ما بحط بيوت، احط بيوت. تعرفون انت هذا الشارع كورنيش اساسي، ممكن تجاوزت فقط للدكاكين لان منطقة مثلثة، ابى شكله يكون فيه اشياء. يمكن احطي بعدين بشوف. في ماي الحين، في ماي، اوكي. انزين الحين ابي اطلع، خلينا نشوف الزون مالنا. ويت ويت ويت، خلينا نشوف الزون. اخبار الزون، نحن عندنا منطقة هني سياحية، هني ما بسوي سياحية، لا هني بسويها زون. هني كورنيش بروحه، وابى اسوي نوعا ما المنطقة ابغاها تكون الوناسة توريزم. هاي ليش مش توريزم؟ خلينا نحولها توريزم سياحية. لا لا، خلها ليجر ليجر ليجر. هني دام عندي هني توريزم، هناك ليجر، خلاص. زين، الشارع ابو حشيش الطريقة هذه ما بوصل هني، بس جالس اطالع القياس بوصل هني. زين، محتاج نوع من انواع ال رجوع السياحي لها، ولا الأشياء اللي نحتاجها سياحيا. فبالتالي شو بسوي؟ مش مكتب طيران، لا والله هذا مكان شبه مثالي، صدقون ما يحتاج إلا مجموعة دكاكين وراه. بحطيه بالطريقة هاي، وشكله غلط جدا بالطريقة هاي. انزين خلنا نحط لكم انا اللي مشغل التول ترى، ووصله بهذا. هذا هني، هني الوصلات في هاي الشوارع ما يشتغلون عدل، شوفوا ما اقدر اوصلهم بشكل اوكي. هذا لازم احصل لها حل، مش بس هني، حتى في عند البوت يوم جربته ما كان اوكي. انزين نت انف ماني، خلينا نسوي منطقتنا اللي نفرس التيم عليها. هذا نظريا المفروض يكفيه ممشى، ولا اقول لكم لا، بنحط الشارع، شارع ترابي، اوكي. الشارع الترابي من هني، مشكلة اني بحركه. بنسوي هني هذه بالطريقة هاي، دكاكين 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 دكاكين. نسوي هذا بالطريقة هاي. في ماي في المكان، في ماي، اوكي في ماي. انزين الحين هذا لين حركة، لان يعني عندي 100,000، 100,000 بسيط. تعرفون شو؟ خلنا ناخذ لون، ما اخذنا قرض في اللعبة للحين. 200,000 موف، اوكي موف 200,000. نعدل هذا شوي،
في منحني، في اوكي، بنحط شو شارع عنا هني. ايوه كهرباء مو مشكلة، الحين بدي الكهرباء ما عليه. وهذا ما انها منطقة سياحية، نحط الدكاكين السياحية، الناس تجي تتمشى هني تسوي. هذا بيكون من ضمن المستقبل، يوم بيجي ممشى بيكون في مجموعة دكاكين، يعني في خطة مستقبلية ممشى هني. ممشى عبارة عن حديقة ضخمة، يعني في جسور تمد الصوب الثاني. هذا راح يمدهم بشو؟ باللي يحتاجونه. خلنا نحط حبة هني، لو تخرب علينا ما عليه، بس انه يشتغل. الحين هذا بيضيف لنا منطقة سياحية ثانية، منطقة سياحية ولا الأماكن هاي ترى تشجع الناس انها، كيف اشرح لكم، تشجع الناس انها تزور المدينة ترى، واللي هو شيء ممتاز. هذا اللي نحن ندور عليه حاليا. الحين بعض الشركات يشكون ما عندهم العلامة، ناس متعلمة، not enough educated workers، يبون مال ثانوية بس. عندنا وايد يا جماعة الخير، عندنا كميات مفروض. هني هذا المكان فاضي صح؟ هذا المكان ما ينفع يتم فاضي. أول شيء هاي أصلا منطقة مدارس، حلو، نقدر نجيب مدرسة ابتدائية ونحشرها في الوسط، حرام. نقدر نحطيها هني، مدرسة ثانوية في الزاوية شو الثانية، زين، ونحطي لهم والله يمكن أقدر أسوي منطقة كاملة مع تشيرش، بس مو مشكلة ما عليه. وبني عند الحدائق ونشوف إن حدائق صغيرة، والله ما أدري، خاطر أحطي لهم ملاعب. في العادة ما أحط ملاعب وايد، هالمرة ما قمت أحط ملاعب. زين بالطريقة هاي ملعبين، أسوي لهم ممشى يمدهم تقريبا كل خطوات، زين، ونعطي ممشى خفيفي من هني، نعطي ممشى خفيفي من هني، خلي الناس تمشي للملاعب او الناس تستعمل شوارع داخلي. بس الشارع كئيب، خلينا نستعمل هذا الممشى، خلي الناس تستعمل ممشى احلى. زين وهني راح يكون في كم من بيت، ممكن اسوي عماير صغيرة في نص المنطقة، بس حرام ما يستاهل. انزين الحين هني مثلا صار عندي ممشى هني، بعد خلينا مسافة صح، قلنا لكم خلينا نترياهم. يا سلام، شوفوا هاي الحركة هاي اللي هني، هاي بالغلط، انا ودي اقول لكم اياها، شوفوا الكالكوليشن، شوفوا الحسبة، بس صراحة يعني بكون كذاب. انزين ونسوي هذا هني، انا اسف، في البيت نسوي واحد سفري هني، درب، نسوي درب من هني. الحين موف التول وين هي اهميته بالطريقة هاي، اني ما اكسر بيوت، وهذا وايد في احتمال بعدكم ترى في الموف التول تكسرون اشياء، يعني اذا حطيت على منطقة عادي يهدم البيت اللي فيه. انزين حطيه هني، حطي هذا هني، هذا يا اصدقائي على الدوار، عنا يمين عنا يسار عنا يمين يسار، على الدوار احسن مكان، بس ما اكسر الدنيا، انا اسف. ونحطيها على الدور، هو ممشى داخلي للناس، يعطينا شوي شكل، يعني شوي رونق للمكان. انزين خلنا نروح على الشير، وين صديقنا الشير الخطيرة هاي، ما ادري عيبتني نهاية هاي السلسلة. خلنا نسوي لنا شوي شجار، وهذا هنا الاشجار والله حلوة، تمنع ازعاج الناس اللي في البيت. انا اتكلم واقعيا الحين، في اللعبة ما ادري الكالكوليشن مالها حاليا صراحة، بس في الواقع يعني انت منعك الحشرة الناس اللي تمشي من داخل البيت. انزين هذا الممشى يحتاج شير، والله بعد مش غلط، خلنا نسوي نفس حاجة الساتر للممشى. ناس ما شاء الله كيف تستعمل الممشى، شوف ما بأكسر شيء، فانا تشوفوني اهد فراغات فعادي، لان هذا ديزاين مبدئي. انزين ونحطي هني يا اصدقائي بيت، وهني بيت، شوف منطقة جديدة. زين عندي مكان هني شوي فاضي، ممكن استغله في شير او العاب، بس الحين بخليه فاضي. بس شوف شكل المكان، شكله رائع للغاية على فكرة، بس الشيء الوحيد المخرب هذا يمكن،
المرتفع هذا. بس تعرفون شو خلوه؟ لا لا ما بعد له، خلوه بنرفع المستوى ثاني وبروحكم اي وقت ترم عدل هذا. زين، اوه الفنادق اللي طلعت هني يا حبيبي، سياحية كبرى، منطقة سياحية استوت والله حلو. الامثال وهذا العصفور الحرية وتبر تمثال الحرية، بس يسمونه اسامي ثانية اظني حق الحقوق يمكن، ما اعرف. تمثال الحرية كان هدية اظني من ملكة بريطانيا لامريكا تقريبا. زين الحين هذا قاعد يتشكل educated workers، احنا عندنا وايد 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 ناس متعلمة، بس على ما يبدو ما يكفون اساسا، اساسا ما منهم كفاية صراحة. الحين انا لو عندي كنت اقدر اشتري الارض، كنت اشتريت، بس مشكلة ما اقدر اشتريها، ف قاعد مهد اللعب. انزين فابى ازيد المنطقة اللي هني الناس ساكنة تحت القطار، هذا بيكون مرتفع سلوب، يمكن افكر بالطريقة هاي، هذا الارتفاع يكون في المستقبل، وهذا بينزل كله اكوردنجلي يعني على نفس النمط راح ينزل، وراح احط فيه اشياء. انزين صبر صبر، خلنا نمد المنطقة السكانية، بس هاي المنطقة بخليها اعرض نفس اللي على يسارها. طبعا هاي المنطقة انا مديتها ورا التسجيل، انتم ما لحقتوا عليها. انزين خلنا نسوي منطقة صغيرة هني، صبر جميل كل الليالي. انزين ونسوي منطقة الطريقة هاي هني، نعتمد الكثافة شوي السكانية اكثر من العملية. انزين القطار هذا على الاغلب يمكن اصلا اخممه هني، اشل السكة وهذا اكمل بيوت، لانه ما بل اسمه كل عماير. شو لا تنسوا العماير يسوي زحمة اكثر، يسوي اشياء اكثر، يسوي وايد امور اكثر عندنا هني، ما القمامة توصل. زين بس على ما يبدو انها ما تكفي 100%. خلنا نشوف وين مش ازرق، لكن مكان ازرق ما عاد كم عمارة واللي هو بيشلون الحين، ما عليه بيوصلوا له. انزين الحين احنا شو قاعدين نسوي؟ نعتمد الكثافة السكانية، يعني نبني كمية اللي نقدر عليها من البيوت مع شوية ديكوريشن، مش وايد شوية. انت تشوف كل مناطق مثلا عندنا حديقة هني، عندنا حدائق هني، عندنا مدارس هني، ما بيكون المنطقة كلها حدائق، صعب. ما في مكان في العالم يمكن تقريبا بالطريقة هاي وسط كل 5 بيوت حديقة، لا ما في. فنحن شوي نمشي على نبغى نزيد الكثافة خفيف، وفي نفس الوقت يكون شكله زين. طبعا هاي يفتح لنا افاق ثانية، يعني طبعا احنا كل ما نلفل هني مثلا 50,000 راح يعطينا اشياء زيادة. انزين هني نفع دكاكين لان عماير، بعدني بحط هني عماير دكاكين عماير عماير. والله مع اني افضل كنت اسوي خطين فاصلين ما بين البيوت كان افضل بيكون. خلنا نشوف العماير والeducated workers، نحن كم عندنا اصلا؟ خلنا نشوف المدرسة الابتدائية عندنا 6,000 مكان و 3,000، عندنا 9,000 مكان و 6,000 يدرسون، عندنا 10,000 مكان و 9,000 يدرسون. يعني هذا يستدعي يمكن نكبر الجامعة صراحة، يمكن نوصل الصوب الثاني، بشوف حسب وضع الجامعة كيف. الحين اهم شيء عندنا المصنع هذا شغال، اشوف في materials almost full nice، وهذا قاعد يعبونه. لا تنسوا ان احنا نستورد داخليا مفروض زين من المنطقة هاي، لان عندنا وايد فائض انتاج اصلا معدن هني لو تشوفون اور ستورج هني، عندنا فائض مفروض اموره طيبة. بس لحظة، هل لازم انتج الاور نفسه؟ ويت ايه، لازم اسوي جرايندنج من الاور. معناه انا قاعد ابيع خام واستورد حد قاعد يسوي لي اور، ليش؟ حرام. خليني دائما عندي فائض من الانتاج، خلينا نسوي بالطريقة هاي، خلنا عيد تكون سيدة افضل. زين نسوي، ادري تحسونه غريب اللي قاعد اسويه، بس شوفوا في وايد ابعاد للي انا قاعد اسويه، قاعد اسويه بناء على خطة. الخطة صح قاعد اغيرها من فترة لفترة، لكنها قاعد تمشي للحين تقريبا نفس اللي ابغى. ما في خطة 100% تمشي نفس اللي تبونه صراحة، انا اكون صريح وياكم اختصر لك الموضوع. هي ما في، خلنا نكبر الفرشاة هاي ماتك. زين زين الحين هذا المصنع بنحط منه 1 2
هد شارع في الوسط احتياطا. طي 4 ترول ايه، بس اعرف وين يركب. لحظة زين، الحين هذا بيجيب الاور بيحوله متلز، معناه اذا نقدر ننتج 14 14 28 28 54 صح ولا 56 56. على امل اني اقدر اسوي بروسس والمتل اللي هني ينتج يروح هناك، لان حاليا احنا ما قاعدين ننتج اصلا معدن، قاعد ننتج خام ونبيع خام وبيع الخام تعبان. اغير ديكوريشن مكان هذا زجاج، هذا بعد متل. عندنا المتل جرايندنج ميل صغير، وعندنا روتري كلين بلانت ينتج اكبر. فايبر جلاس بلانت عندنا مصنع كبير للزجاج ما نبغاه، مصانع صغيره تكفينا، وعندنا اور اندستري ستورج. الحين ما احتاج، عندي مينرال رو مينرال ستورج، ما اظن احتاج هاي، لان الحين قاعد اخزن معدن والحصه قاعد اخزن كل الرمل، لان الرمل اسوي منه زجاج وهسوي منه معدن وشغالين بيصدرونه عن طريق القطار. القطار راح يجيبه لان هني المفروض والله اعلم ان هذا يخفض التكلفه الفعليه مالي انا، هذا المفروض، لكن شو الواقع اللي بيستوي في اللعبه البالانس مالها غير. المهم هذه يعني مبدئيا كانت نهايه هذه الحلقه، فنشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.